بسم الله من الحاجات الجديدة في ريفت 2016 اللي هو مالتي لاين برامتر. عبارة عن ايه؟ لو رحت مانجر ودخلت في بروجكت برامتر وقلت له عايز اعمل برامتر جديد، تمام، وليكن مثلا او اي اس، قلت له البرامتر دوت هيبقى خاص بالابواب مثلا دور، تمام، بلاقي الكومن عادي. هنا بلاقي نوع جديد في التايب في برامتر اسمه مالتي لاين تكست، خليني اكتب كذا سطر تكست عكس اللي كان موجود قبل كده. اقول له اوكي واروح رايح لاي دور من الادوار عشان اشوف البرامتر اللي احنا سامينه هو اس دوت. دلوقتي لو انا علمت على اي باب من الابواب وبصيت في الخصائص هلاقي عندي خاصية اسمها او اس، اجي اكتب هنا الاقي ما بيديش امكانيه الكتابه، بس لو ادوس على المربع دوت الاقي ان انا عندي مالتيبل لاين اقدر اكتب كذا سطر، تمام. وده هيفيدني لو انا عايز اعمل تاج مثلا بالاو اس دوت يبقى مكتوب هنا.